أطيب التحيات من صوت لبنان عبر أثير الإذاعة وصفحة vdl.me. صفقت تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل متعثرة بعد رفض الأخيرة شروط حماس لإنجاح الاتفاق، وقد غادر وفد الحركة القاهرة بعد اختلاف بين الموقفين الأمريكي والإسرائيلي. في الأثناء العين على رفح المهددة بمصير مأساوي بعد قرار الحكومة الإسرائيلية بدء عملية عسكرية بحجة القضاء على ما تبقى من عناصر لحماس. في لبنان لفتت زيارة وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان وإعلانه من بيروت أن الحرب ليست الحل، لكن الجهة المقابلة ترى أن انطلاق الحل يبدأ بتنفيذ القرار 1701 لجهة الرجوع إلى خط الليطاني. ضيوف، بالأول يسرني أن أرحب بالاستوديو بالمحامي عادل نصار. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك أستاذ عادل. سيكون معي من القاهرة، بل معي من القاهرة الآن عبر الهاتف، الكاتب المصري سيد الضباء. أهلا وسهلا فيك أستاذ سيد. بالجزء الثاني الصديق في الاستوديو الأكاديمي والباحث في السياسات العامة دكتور أنطوان حداد، ومن رام الله وزير الإعلام سابقا في حكومة السلطة الفلسطينية الأستاذ نبيل عمر. أهلا وسهلا فيك إذن سيد عادل. بدي بلش لو سمحت معك من خلال القراءة لموقف وزير الخارجية الإيرانية الأمير عبداللهيان حسين أمير عبداللهيان من السراي الحكومي، حيث قال الحرب ليست الحل وحزب الله في لبنان أدى دوره الرادع المؤثر. في موقف آخر هلأ، التطورات في غزة تسير نحو حل الأزمة عبر الطرق السياسية بحسب بيان الخارجية الإيرانية، وكأن الإيراني يبشر بنهاية الحرب في غزة. الإيراني أكيد ما عنده مصلحة باستمرار هذه الحرب، وما عنده مصلحة أنه لبنان يتورط أكثر من ما تورط من خلال ما يسمى بجبهة المساندة. من بعد عملية 27 وما تحقق من مكاسب بالسياسة، ما عم نحكي بالشق الإنساني، طبعا الشق الإنساني بدين أي عملية ضد المدنيين، ولكن ما تحقق بالسياسة استمرار الحرب بيرجع بيخسر الأرباح السياسية المحققة. شو هن الأرباح السياسية؟ أول ربح سياسي إنه حماس اللي هي حليفة للنظام الإيراني وحزب الله صار هو محاور باسم الفلسطيني. المكسب الثاني هو إنه رجع نعيد النظر بموضوع التقارب السعودي الإسرائيلي من خلال عملية أو برنامج سياسي للتطبيع. وثالث موضوع طبعا هو انه الايراني بيرجع بيصير حامل الورقة الفلسطينية، وكلنا بنعرف انه الورقة الفلسطينية موضوع كان يتحرب عليه بين الدول العربية، صار هلا الايراني اخذ هالورقة هذه. وطبعا رجعت انحطت القضية الفلسطينية على الطاولة، ان كان بباب ممكن له افق او لا، هذا غير موضوع بيقدر الواحد يناقشه. استمرار الحرب لها سيئات للسياسة الإيرانية بالمنطقة. أول شيء إيران ما بدها تورط حزب الله، وحزب الله مش حابب يتورط بهذه الحرب أكثر من ما تورط، لأنه دوره الأساسي هو بمساهمة بمد النفوذ الإيراني بالمنطقة ويكون رادع لأي هجوم ضد إيران. بس أكيد مش اليوم منخرط بمشروع تحرير إسرائيل أو تحرير فلسطين. وبالتالي أي حرب ممكن تدمر هالقوة اللي عنده إياها حزب الله كقوة ردع ضد أي هجوم ضد المفاعل النووية أو ضد إيران عموما. واستمرار الحرب مع هذا الحد من التدخل ممكن أنه يهدد الخطاب السياسي اللي هو خطاب التوحيد الساحات. وبالتالي واضح انه حزب الله وايران بيعتبروا انه اذا بتوقف الحرب هلا بيكون في انتصار سياسي لحماس، بيكون في انتصار سياسي للخط الذي يمثل الممانعة، وبذات الوقت بيكونوا حدوا او تجنبوا بالاحرى هدم كل هالترسنة العسكرية الموجودة لدى حزب الله، واللي ممكن تشكل تهديد لإسرائيل في حال
حدا عمل عدوين على إيران. أوكي. وبالتالي أكيد المصلحة من ميلة من ميلة إيران ومن ميلة حزب الله وحتى من ميلة حماس هو وقف هذه الحرب. طيب أستاذ عادل سيد الضبع أهلا وسهلا فيك لهذه الحلقة. يعني لا شك أنه القاهرة استضافت المحادثات لإنتاج هذه الصفقة، صفقة تبادل الأسرى. بارح رينا أنه صار في خلاف بين الموقفين الأمريكي والإسرائيلي حول بعض البنود التي لا تريد إسرائيل تطبيقها، هذه البنود التي وردت في الرد الفلسطيني أو رد حماس على هذه الصفقة. شو صار بالساعات الأخيرة قبل أن تنسحب حماس وتغادر القاهرة؟ تحياتي لك أستاذ فادي. أهلا وسهلا فيك أستاذ. لأسرة صوت لبنان ولضيوفك الكرام ولكل متابعيك ومشاهديك. لا شك طبعا أن مصر دايما بتواصل دورها السياسي والدبلوماسي والإنساني للدعم الكامل للأشقاء في قطاع غزة، بغض النظر طبعا عن أي عراقيل أو عقبات يضعها الكيان الإسرائيلي. في التحركات المصرية يمكن تنبع من التزام جاد وتاريخي بدعم القضية الفلسطينية وإرساء الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ككل، وأي محاولات للتصعيد أو عرقلة الدور المصري يعني لن تحول دون قيام مصر بما تراه واجبا في الاتجاه الصحيح. حضرتك عارف أن قبل كده يعني هناك تصريحات من القيادات الإسرائيلية سواء على المستوى السياسي أو العسكري غير منضبطة بالمرة، ولا شك أن تلك التصريحات كانت من بين الأسباب التي دعت إلى إدانة إسرائيل أمام محكمة العدل. بالفعل أستاذ فادي يمكن الخميس كان يعني وصل صباح الخميس إلى القاهرة وفد من حركة حماس برئاسة نائب رئيس الحركة في غزة، وده طبعا لاستكمال المحادثات المتعلقة بوقف إطلاق النار بدعاية طبعا مصرية قطرية. والزيارة دي يمكن جت بعد يعني ساعات من إعلان مصر أنها تستضيف جولة جديدة من ضمن المفاوضات للتهدئة بقطاع غزة. طبعا يعني طبر على طاولة المفاوضات كان المعروف ان الحديث عن اطلاق سراح الاسرى الفلسطينيين والمحتجزين يعني الاسرائيليين ايضا برضو، والدفع اتجاه وقف اطلاق النار في قطاع غزة بما يحمي المنطقة من اتساع رقعة الصراع. كان في حضرتك عارف ان في مطالب قدمتها حماس، ولكن يعني يعتبر طلبات كلها مشروعة ولكن قوبلت بالرفض من الجانب الإسرائيلي، وهناك مؤشرات تقول أنها لم ترفض ككل. صحيح. يعني في انفتاح إن شاء الله. في ثلاث يعني في ثلاث شروط رفضتها إسرائيل. صحيح. تفضل. بالضبط. يعني هناك شروط زي مثلا اللي هو وقف دائم لإطلاق النار، ولا تتم عملية سلام أو عملية يعني يكون ان في نيه مبيته ان فعلا في التزام بهذه الشروط او الكلام ده كله، الا ان تتم وقف اطلاق النار. فهو طبعا هو مش عايز يستمر، وطبعا حضرتك عارف ان نتنياهو في حاله من التخبط وعدم القدره على اتخاذ قرار بانهاء الحرب. ولما نيجي نتكلم سيادتك على الاسباب اللي بيجعله يتخذ تعمدا من اطاله هجومه على غزه حجة للهروب من الاستحقاقات الداخلية في إسرائيل، منها طبعا إسقاط ائتلاف إزاحته من الحكم ومثوله أمام المؤسسة القضائية بتهم الفساد المؤجلة. فأصبح يعني نتنياهو وحكومته المتطرفة مكشوف للعالم أنه متطرف ومجرم حرب، وهذا ما أقره العالم أجمع. وطبعا يعني هذا لا ينفصل أستاذ فادي عن الأسباب المتصلة بنتاج العدوان الإسرائيلي الذي لم يتحقق حتى الآن، أو لم تحقق إسرائيل أهدافه من وراء هذه الحرب. عظيم. آه
طبعا الخاص يعني الاهداف الخاصه والرئيسيه اللي حضرتك تعلمها ويعلمها الجميع ويعلمها العالم اجمع الان، تهجير الفلسطينيين تهجيرا قسريا من غزه الى سيناء، والقضاء نهائيا على القضيه الفلسطينيه، وهذا من خلال منبرك الاعلامي المحترم. هذا حلم لا يستطيع الوصول اليه مهما كلف الدوله المصريه من امر. وليس الموضوع برضو يعني حابب ان انا اوضح وجهه نظر ان الموضوع هنا يا استاذ فادي ليس رفض استضافه الاشقاء الفلسطينيين في مصر، ولكن الدوله المصريه ترفض التهجير القسري للاشقاء. فلما نيجي نتكلم ان مصر في على ارضها في الوقت الحالي اكثر من 9 ملايين ضيف بيعيشوا معانا ومنخرطين في المجتمع، لا يعيشون في مخيمات لاجئين كأمثال بلاد أخرى، ولهم طبعا كل تقدير واحترام. عظيم. لو أحدثك عن أشقائنا من سوريا، أحدثك عن أشقائنا في اليمن والسودان والعراق وليبيا وغيرهم، ولكن الوضع مع الأشقاء بفلسطين يعني يختلف تماما، لأن إسرائيل تريد نزع أرضهم وتهجيرهم إلى الأبد، وأيضا كما قلت القضاء التام على القضية الفلسطينية. ولكن يعني تبقى الدولة المصرية هي حائط صد المنيع لهذا أو لإفشال هذا المخطط الإسرائيلي، رغم التحرش اللي بيحصل من خلالنا والاستفزاز من الكيان. خلينا نطرح هذا السؤال على الأستاذ عادل نصار. لو سمحت سيد الضبع، عم يحكي عن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء اليوم بعد التهديد بعملية عسكرية واسعة في رفح، والطلب من الفلسطينيين الموجودين داخل رفح بالخروج منها. أكيد هناك إجراءات مصرية عسكرية على الحدود مع رفح. برأيك الضغط الذي يمارس أول شيء على الفلسطينيين ويمارس على مصر من أجل فتح أبواب رفح باتجاه سيناء، هل ستنجح إسرائيل بهذه المحاولة الأخيرة؟ خلينا إذن بس بدي فضل. ملاحظتين ثلاثة قبل هلأ على سيد على كل الكلمة. طيب أكيد أنه اليوم انحكى من أول الطريق من قبل الإسرائيليين أن حكومة نتنياهو اللي كلنا موافقوا 100% أنه حكومة متطرفة، ومش أكيد أنه يكون عندها الشرعية للاستمرار بما تقوم به، حتى أتكلم عن الشرعية الداخلية نظرا لما للملاحقات وللوضع الشخصي لنتنياهو بإسرائيل. ولكن بعدين تحددوا 3 أهداف، و3 أهداف اللي تحددوا واللي ما بعتقد كانوا يعني الأهداف اللي حددوا الضيف مع كل احترام إله، الأهداف المعلنة كانت إنه القضاء على زعماء حماس، القضاء على الانفراستراكشر تبع العسكريه تبع حماس، واسترجاع الرهائن. وهالـ3 أهداف قبل ما نروح على موضوع هل يريدون القضاء على القضيه الفلسطينيه، انا بعتقد انه هيدي الحكومه على كل حال حاولت صار 20 سنه انه تنهي القضيه الفلسطينيه وفشلت، ولكن هالـ3 أهداف هي ما تحققت. وبالتالي بمعزل عن الكلام هل هو الهدف هو الغاء القضية الفلسطينية أو القضاء على حماس، بجميع الأحوال ما تحققت لحديث اليوم الأهداف المعلنة، وإذا بمشي باللي قاله الضيف الغير معلنة تبع الحكومة الإسرائيلية. انطلاقا من هالشي هيدا، أي انتهاء للحرب اليوم هو إعلان عن انتصار سياسي لحركة حماس ولمن يدعم حركة حماس. بركي دفع الشعب الفلسطيني الثمن بغزة، بس هذا غير موضوع فينا نناقشه، مثل ما بالحرب اللبنانية بال2006 كان انتصار لحزب الله، هل كان انتصار للبنان؟ هذا موضوع تاني. بجميع الأحوال اليوم معركة رفح، إذا انفتحت معركة رفح راح تطرح موضوع من شق الإنساني، يعني راح يصير الضغط ضغط إنساني. طيب. ما إنه سياسي. هل الولايات المتحدة ستسمح إنه يستمر الموضوع على ما هو، وبالتالي إنه يكون الفلسطينيين الموجودين برفح يكونوا تحت هالضغط هيدا
العسكري والخطر القتل يعني بالاخر الاباده يعني، هل هذا وارد او لا؟ انا بعتقد انه في اليوم مواقف جدا عاليه النبره، ولكن ما بعتقد انه قادرين يحملوا هيدا الموضوع لا الحكومه الاسرائيليه مع كل تطرفها ولا الولايات المتحده نظرا لتطور الوضع السياسي فيما يتعلق بهذا النزاع في الولايات المتحده. يعني اليوم يا بده يلتقى حل ما داخل قطاع غزه، يا رح يكون ضغط هائل على الحكومه المصريه بس من الشق الانساني مش اكيد بشق عسكري، ولكن قناعتي انه رح يوقف موضوع رفح قبل، لانه يا الضغط الامريكاني يا التطور الداخلي الاسرائيلي مش رح يسمح انه تتحول هالمنطقه هيدي الى منطقه اباده من بعد ما يكونوا طلبوا من الفلسطينيين ينتقلوا من الشمال الى الوسط ومن ثم الى جنوب، وصاروا كلهم برفح الا اذا في حل ما بداخل القطاع. يعني قد يكون يعني الموقف الامريكي الاكثر تشددا، يعني امبارح كنا عم نقرا انه الخلاف اسرائيلي امريكي على الرد، يعني الاسرائيليين إيه الامريكان قالوا انه تجاوز يعني بعمليه النسبيه اللي بتنتظر هون الجاوز. السؤال وكان الموقف الامريكي لم يعد يستطيع تمديد فتره الحرب في قطاع غزة. مزبوط، بس إسرائيل موجودة اليوم بمأزق، لأنه إذا واجهت الأمريكان عندها مشكلة، وإذا استمرت بهذه وإذا ما استمرت بهذه الحرب أعلنت خسارتها السياسية، لأنه ثلاث أهداف ما تحققت، واليوم عم بتفاوض الحكومة الإسرائيلية قالت أنه هدفها القضاء على حماس، بمأزق عن رأيك الواحد بحركة حماس، بس قالت انه هدفها القضاء على حركة حماس ان كان من حيث القيادات وان كان من حيث القدرة العسكرية. طيب عم تفاوض مع حماس بعد 4 أشهر حرب، يعني ما في قضاء على شيء وما حررت الرهائن. طيب. استاذ سيد، يعني عبد اللهيان موجود في لبنان، التطورات في غزة تسير نحو حل الأزمة عبر الطرق السياسية. سمعنا المقاربة تبعولك يلي صار خلال الساعات الأخيرة في القاهرة من تفاوض بمشاركة الوسطاء المصريين والقطريين والأمريكيين أيضا. السؤال اليوم، في حال انتهت الحرب في غزة، هل يعتبر ذلك انتصارا لمحور المقاومة والممانعة أم ماذا؟ والله في حال الانتصار سيكون هو انتصار للأبرياء، يعني ده من وجهة نظري الأبرياء الفلسطينيين اللي هم اللي يعني لا يملكون يعني نافة ولا بعيد. لكن لا أحد ينظر إلى هؤلاء، كلهم يحولونهم إلى ضحية، صح؟ نعم، استثمار استثمار سياسي. يعني هم بالفعل ضحايا، زي ما قلنا انهم يعني عندما اخذوا اوامر انهم يتجهوا الى الجنوب من شمال قطاع غزه الى الجنوب او الى منطقه الوسط، فذهبوا هناك ثم قصفوا ايضا، فانتقلوا من الوسط الى الجنوب ثم الى الحدود المصريه اللي هي رفح المصريه على الحدود بيننا وبين فلسطين. طيب الى اين سيذهبون؟ هو الموضوع ان هم يعني او نجاح المخطط الاسرائيلي الامريكي ان هم تهجير القصري الى سيناء، فهذا ضياع للقضيه الفلسطينيه وانتهاء الى الابد، وهذا الذي يعني تقف امامه مصر كما ذكرت لسيادتك، ان ليس الموضوع هو استضافه 1.5 مليون شقيق من الاشقاء الفلسطينيين او 2 مليون او اكثر، ولكن هو الوضع في فلسطين أن هذا يعد أنه تهجير قصري ومساعدة أو نقدر نقول نجاح المخطط الإسرائيلي الأمريكي بالقضاء على قطاع غزة بالأكمل والقضاء على القضية الفلسطينية إلى الأبد. وحضرتك عارف أن يعني مصر دائما تقوم بجهود من ناحية الوساطة وجهود إقليمية وجهود دولية، والجميع يعلم أن مصر منذ فترة قريبة يعني
طرحت إطارا لمقترح لمحاولة تقريب وجهات النظر بين كل الأطراف المعنية، ده سعيا وراء حقن الدماء الأبرياء في فلسطين، وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإعادة السلام والاستقرار للمنطقة. وقادة مصر مع الدولة الشقيقة قطر بالتنسيق مع الولايات المتحدة جهود الوساطة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بهدف التوصل إلى وقف للقتال في قطاع غزة وتبادل الأسرى، ونجحت الوساطة دي الحمد لله في وقف القتال لمدة أسبوع، والكلام ده كان في نهاية نوفمبر الماضي. صحيح. وخرج الموضوع يعني بهدنة ما يزيد عن أو 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 إخلاء من المحتجزين ما يزيد عن 100 من الجانب الإسرائيلي مقابل عن 300 من السجناء الفلسطينيين. لكن اليوم أستاذ سيد، اليوم انتهاء الحرب اليوم من دون أن تحقق إسرائيل أيا من الأهداف التي وضعتها مثل ما قال أستاذ عادل نصار، هل يعتبر ذلك انتصار لحماس، لإيران، لحزب الله، لكل المحور في هذه المنطقة، محور الممانعة، أم بغض النظر أنه يكون انتصار للضحايا؟ لا شك رح يرتاح من هذا الكابوس، لكن من يستطيع أن يستثمر بالسياسة؟ من يستطيع أن يستثمر بالسياسة؟ طبعا واضحة جدا أن هنا الهزيمة ستكون للجانب الإسرائيلي، لا شك، والفوز سيكون بالجانب اللي حضرتك ذكرتهم كلهم. وأنا شايف أن ده يكون ربنا يجي من عند ربنا سبحانه وتعالى، أن يكون هذا الانتصار يأتي للضحايا الذين يعني أستاذ عادل، برأيك من سينتصر؟ من الذي سيعلن انتصاره في حال انتهت الحرب اليوم؟ علما أنه الإيراني عم بيقول نحن ما ننوسع الحرب، عم بيقول أنه الأمور بالقاهرة فيما يتعلق بغزة سائرة بأمور إيجابية، علما أنه الحكومة الإسرائيلية أعطت الأمر بالهجوم على رفح، في هناك أمر يحكى عن أمر أنه بالهجوم على لبنان وتوسيع دائرة الحرب في لبنان، بأي اتجاه؟ تنحكي عن لبنان بعد دقيقتين، بس قبل بدي بس واضح بركي في نقطة تبين شوي مع اللي قاله سيد ضبع. اتفضل سيد ضبع. سيد ضبع عم بيحكي عن مخطط أمريكاني إسرائيلي. أنا بعتقد أنه المواقف الأمريكانية والإسرائيلية اليوم منا متطابقة، بالرغم عن أنه في بداية الأمر من بعد عملية 27 الولايات المتحدة أيدت بشكل غير مشروط إسرائيل أو الحكومة الإسرائيلية بما تقوم به، وكان الوصف أنه هذا حق دفاع عن النفس. اليوم الموقف الأمريكاني يختلف، والموقف الأمريكاني يقول أنه هني بيعتبروا انه ما بقى في تناسب بين اللي حصل ب 27 واللي عم يحصل اليوم كرد على 27، وبالتالي ما بعتقد انه فينا نعتبر اذا بدنا نعمل تحليل بالسياسي، مش تحليل مش مواقف سياسيه، ما بعتقد انه فينا نعتبر انه في تطابق بين الموقفين وفي مخطط امريكاني اسرائيلي. هلا فيما يتعلق بموضوع مين من ينتصر، اكيد بالسياسي إيران والمحور المدعوم من إيران أو المتحالف مع إيران، لأنه العلاقة بين إيران وحماس لا تشبه العلاقة بين إيران وحزب الله، وواحد حليف كان مختف هو بسوريا بس صار متوافق هو بغزة، واحد لا جزء من المنظومة الإيرانية. هلأ فيما يتعلق بالمين منتصر ومين غير منتصر بالسياسة عم نحكي، أكيد أنه المنتصر هو هذا المحور إذا وقفت الحرب هلأ، أكيد من شق الإنساني كل دقيقة حرب كارثية، هذا موضوعين مختلفين يعني مش ممكن، بس بالتحليل في منتصر. هلأ هل الشعب الفلسطيني بالسياسة منتصر؟ السؤال هو هل فيك اليوم تخلق حل أو تلاقي حل بدون ما يكون في محاور من كل طرف؟ بالآخر مهما كثرت الفظايع العسكرية بالآخر الحرب تنتهي بحل سياسي، بده يجوا أطراف يقعدوا حول الطاولة.
هل في محاور إسرائيلي اليوم؟ هل في محاور فلسطيني اليوم؟ الموضوع بعتقد معقد أكثر من هيك. معناتها الأفق للحل بعد منا واضحة ومنا قريبة يعني منا شايفينها قريبة، ولكن أكيد أنه بالسياسة بالمنطقة في محور سجل نقاط عديدة إذا وقفت الحرب اليوم. وهذا اللي بيخلي أنه حتى ناس بالداخل الدول العربية اللي ما بيوافي على سياسة إيران أنه صار حذر لما بيحكي بهذا الموضوع، لأنه في عطف كبير ومحق تجاه الشعب الفلسطيني اللي عم يتعرض لما يتعرض له. بذات الوقت الماسك الورقة تبع القضية الفلسطينية صار واضح أنه بطلت السلطة الفلسطينية، صار حماس ومن داعم حماس من حزب الله ومن إيران. بالحرب مع لبنان بدك هلا بس خليني أخذ لأن قبل ما يخلص الاتصال مع السيد الضبع تفضل تعليق صغير بس على كلام الأستاذ على تغيير الأمريكا اللي هو يعني بتغير رد فعلها وبتغير كلامها نحو اللي بيحصل. احنا بنشوف كلام فقط تغيير يعني، ولكن ما بنشوف حاجة على أرض الواقع. لسه بالأمس المجلس الشيوخ الأمريكي موافق على دعم مالي أو مادي إلى إسرائيل ما يقرب من 17 مليار دولار. فأنا دلوقتي أنا بغير فكرتي أو بغير كلامي، ما هو مش بالكلام، أنا لازم أغير على أرض الواقع، لازم أدي أوامر أو ما أدعمش، أدعم وقف إطلاق النار الفوري. ولكن هو التصريحات حتى اللي يعني آخر تصريح حصل من الرئيس الأمريكي جو بايدن هي أن بيقول لك أن مصر يعني رفضت فتح معبر رفح لدخول المساعدات لقطاع غزة. دي كانت آخر حاجة قالها يعني في بيان لي أو تصريح لي. وطبعا هذه إدعاءات كذبة من دولة داعمة بقوة للكيان الصهيوني في حربه على أهالي غزة. بايدن يريد تضليل العالم بمثل تلك التصريحات فقط لغير، ولكن هو بيقول كلام على الهواء ولكن على أرض الواقع لم يطبق. فهي الدعم ما زال مستمر بقوة، والدعم الأول والأساسي يأتي من الناحية الأمريكية. طيب أستاذ سيد بدي أطرح عليك بعض سؤال قبل ما تنتهي هذه المقابلة. هل تحولت حماس العنصر إلى عنصر فلسطيني الأقوى، وأثبتت حماس أنها الممثل الأقوى للشعب الفلسطيني باختصار أم المعروف؟ طيب هو بالنسبة لحماس لها ما لها وعليها ما عليها. طيب. حضرتك تعرف رأيي في هذا الموضوع. أوكي. ولكن نتحدث على ما يحدث الآن على أرض الواقع. هناك فئة من الحركة، فئة شريفة، فئة كويسة جدا، ولكن هناك فئة أخرى برضو داخل الحركة يعني لها يعني نقدر نقول كده ايه ابعاد سياسيه ولها مصالح سياسيه تريد، ما زالت ايضا عند قولي قبل سابق استاذ فادي، تريد الاطاله دي الحرب لاغراض سياسيه، هذا بالراي يعني. نعم انا بدي اشكرك استاذ سيد الضبع الكاتب السياسي، حدثتنا من القاهره استاذ عادل. السيد حسن نصر الله يقول الان يعني ما نشر بعد لقائه السيد عبد اللهيان، هات لنرجع نفتش على انه المقاومه باتت تشكل عنصرا مهما في المعادلات الاقليميه وانتصار الشعب الفلسطيني والمقاومه امر حتمي، وكان محور المقاومة أعلن انتصاره قبل نهاية الحرب حتى. لبنانيا هل هذا الكلام الذي يتحدث عن انتصار ما لمحور المقاومة سيستثمر بالداخل اللبناني أو شو؟ وهل هناك جبهة معارضة لهذا الاستثمار بعكس ما جرى بال2006؟ خلينا بس أول شيء في ظاهرة الواحد عنا دي بعد عندي أقل من 10 دقائق تفضل. في ظاهرة صغيرة إنه حتى بمصر اللي لا ما فيك تعتبر إن مصر كانت كتير بترحب بالأفكار السياسية تبع حماس، بس في حذر لما اليوم تتكلم عن حماس وبتجرب
ما تكون كتير واضح لأنك داعم للقضية الفلسطينية، وإذا أنك داعم للقضية الفلسطينية ما فيك بقى بهالظروف هيدي بنظر الكثيرين ما فيك تنتقد حماس. معناتها اليوم كل ما بتسأل سؤال لشخص بشكل طبيعي بموقعه السياسي منه قريب من طروحات حماس، اليوم ما بيقدر يجاوب بهذا الوضوح لأنه حماس عم بتمثل القضية الفلسطينية، وبالتالي هيدا دليل على انتصار لجهة اللي هي جهة الإيرانية، جهة الممانعة، جهة حماس، جهة حزب الله ومنطقة توحيد الساحات. ليش ما نعتبر هيك؟ علما لأنه هيدا واقع، علما أنه من يتوسط لإنهاء الحرب هن الفريق الآخر، الفريق المضاد أو المعارض للمحور الإيراني. إذا اعتبرنا أن هناك فريقين في هذا، خليني أكون واضح، يعني بأول مرة الوساطة المصرية والقطرية هي التي نجحت في تثبيت هدنة، واليوم الأمريكي القطري الإيراني عفوا القطري المصري هم الذين يسعون. إيران قالت أنه أنا منذ البداية لا أريد الدخول في هذه الحرب، أنا أدعم القضية. أوكي. 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 حتى إيران لا تريد إقامة دولة فلسطين، هني عم بيقولوا الفلسطينيين عم بيقولوا هذا الكلام. ليش ما نعتبر انه انتصار لمحور الموقع؟ لانه بالواقع السياسي اذا انتهت هذه الحرب بدون ما يتحقق اي من الاهداف، يعني نهايه حماس، نهايه حماس، نهايه العسكريه ونهايه وقتل الزعماء واسترداد الاسرى او الرهائن، هذا يعني أنه إسرائيل اللي هي مبدئيا الدولة العسكرية العظمى بالمنطقة انكسرت بوجه حماس، مثل ما صار بالسؤال، مثل ما صار ب 2006. السؤال الحقيقي هو طيب فهمنا مين خسر؟ طيب إسرائيل كون خسرت سياسيا، مين انتصر؟ انتصار المحور مش معناتها بالضرورة، وهي كنت عم جرب أقولها قبل، مش معناتها بالضرورة انتصار الشعب الفلسطيني. يعني هل الشعب الفلسطيني بالنتيجة كل اللي حصل وكل التمن اللي اندفع وكل الاستشهاد وكل الضحايا وكل الدمار، هل انه تقرب اكتر من حل للقضية الفلسطينية، حل عادل للقضية الفلسطينية؟ مش اكيد. يعني بريطانيا عم بيقول سنعترف يوما بدولة فلسطين. ايه اوكي، يوما. هل مين اليوم المحاور؟ مين عم بيحكي باسم القضية الفلسطينية؟ هل هذا المحاور قادر يقعد مع البقية؟ قد ايه بدها وقت؟ هل تأجلت سينادية؟ بكره في انتخابات بأمريكا، من تنتهي الانتخابات بأمريكا هل بضل موضوع الفلسطيني بعده فعال مثل قبل؟ اللي أكيد إنه هذا المحور، يعني محور الممانعة، أخذ عطف كبير كتير لدى الدول العربية اللي كانت عندها كتير حذر بحق حماس واللي اليوم مجبورة تتعاطف مع حماس. هلأ بلبنان هل رح يصير في حرب بلبنان؟ ما حدا بيقدر يجاوب على السؤال بهالطريقة، بس اللي بيقدر الواحد يقوله هو التالي، مثل ما قلنا بأول الحلقة، لا حزب الله ولا إيران حابين انه يكون في توسيع لنطاق الحرب. الإسرائيلي شو عم بيقول؟ الإسرائيلي عم بيقول أنا ما بقبل أنه تضل الظروف مثل ما كانت قبل فيما يتعلق بالحدود الشمالية، لأنه من بعد 27 بدنا نعيد النظر بالتموضع اللي كان حاصل وباللي كان قواعد الاشتباك اللي كان قائمة، اللي منا بقى كافية لترضي المواطنين الإسرائيليين الساكنين بهالمنطقة الحدودية، وبالتالي بدهم يغيروا قواعد الاشتباك. مبدأ التفاوض موجود بيناتهم، مدام قواعد الاشتباك هو نتيجة التفاوض بالآخر بين الطرفين، ولكن تغيير هالقواعد الاشتباك عم بيفتح باب، هو انه الإسرائيلي عم بيطلب كمان انه يكون هذا التغيير علني، لأنه بده يطمن جزء من الساكنين بهالمنطقة هيدي. حزب الله ما بيقدر يفوت بأي تفاهم علني و غزة بعدها تحت الأزايف، بيخسر كل اللي ربحه من حيث شريك في المواجهة إذا بيعمل اتفاق على جنب والصراع أو الحرب بعد قائمة بغزة، وبالتالي عندهم مشكلة تايمينج بيناتهم.
إسرائيل ما عندها مصلحة تعمل حرب إذا فيها تتجنب الحرب، بس عندها شيء أهم من ما تعمل حرب، هو تغير قواعد الاشتباك. حزب الله عنده مصلحة أنه ما يعمل حرب مثل ما قلنا بالأول، ما بده يعرض كل الترسنة اللي عنده إياها من ميلة، ومن ميلة تانية بده يحافظ على دوره. وبالتالي اثنين ما عندهم مصلحة، بمعزل عن أنه مش معروف إذا إسرائيل إذا عملت حرب فيها تحقق الأهداف، لأنه رح تهلا بغزة ما كتير حققت أهداف. ولكن في مشكلة تايمينج، هل الإسرائيلي بيقدر ينتظر تعديل هالقواعد الاشتباك إلى أن تنتهي معارك غزة أو لا؟ هذا أول خطر. تاني خطر، في يكون في عدم التوصل على اتفاق على قواعد اشتباك جديدة، هذا تاني خطر. يعني بالشكل هو التايمينج، بالأساس هو مضمون القواعد الاشتباك الجديدة. تالت خطر هو أنه يكون في خطأ يعني بهالعملية اللي بعدها المضبوطة، يعني حرب أفاب الانتنسيتي، يعني بعدها مضبوطة المواجهة، يكون في صاروخ يجي على محل آهل يكون في ولاد وكذا ويشعل الجبهة بشكل أكبر بكتير. وثالث إمكانية، رابع إمكانية، هي إنه أي فصيلة فلسطينية تجي هي تتسبب من جنوب لبنان بعملية ما تؤدي إلى اشتعال هذه الجبهة إلى يعني خارج الحدود الموجودة اليوم. هو هن الأربع حالات. ولكن لا الأمريكان راضي إنه تنفتح جبهة لبنان، وعم بيحط كل الضغط اللي بيقدر تا ما تنفتح هالجبهة، لأنه ما عنده مصلحة اليوم هو عنده جبهة. شو رح بدقيقتين، شو رح يقرر حزب الله؟ هل سيلتزم قبل أن يعلن نتنياهو حربه على لبنان؟ لأن نحن عم نحكي بتايم محدد، الإسرائيلي بطل قادر يطول بير اليوم، عم بيوسع نطاق العملية، بارح واليوم وصل على النبطية، يعني تخطينا العشرين والخمسة وعشرين كيلومتر. عبد اللهيان بيقول لك انه نحن ما بدنا الحرب. اليوم هل يستطيع حزب الله ومعه ايران ان يلتزم بالشروط الامريكيه الاسرائيليه قبل ان تفتح اسرائيل حربها الواسعه على لبنان؟ انا بعتقد انه حزب الله والايراني هيعملوا كل شيء ممكن تحت سقف اعلان اتفاق رسمي مع اسرائيل، اللي مش ما بيقدروا يعملوها طالما في حرب بغزة، ما بيقدروا يعملوا هيك اتفاق. وبالتالي كل اللي ممكن انه يلجأوا له تا يتجنبوا هالتوسيع هالحرب بما فيه الضبط النفس على الرد لما بيكون في رد رح يعملوا. واسرائيل عندها مصلحة تزيد الضغط، بس مش لتعمل حرب واسعة. اسرائيل عندها مصلحة تزيد الضغط تجيبهم على طاولة المفاوضات وتوصل على هالحل، بس اكيد بيوصل الموضوع الى حد معين بيفلت. يعني الحرب ما حدا بده اياها، لا الاسرائيلي لا 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 حزب الله والايراني، ولكن في كل واحد عنده شروط معينه. واحد ما بيقدر يفوت على اتفاق قواعد اشتباك جديده اذا ما وقفت بغزه، والثاني ما انه قادر يستمر بالوضع تبع قواعد الاشتباك السابقه نظرا للي حصل ب 27. يعني سننتظر ونرى. أوكي. أنا بدي أشكرك أستاذ عادل نصار، أهلا وسهلا فيك، الشكر موصول للكاتب السياسي الذي كان معنا من القاهرة سيد الضبع. مشاهدينا انتظرونا بعد لحظات، سيكون ضيفي في الاستوديو الدكتور أنطوان حداد، ومعي من رام الله نبيل عمرو وزير الإعلام السابق في السلطة الفلسطينية. لحظات ونعود لمتابعة بالأول.